السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي، بإذن الله متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة، كتاب جم، كتاب بايبت، كتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي جنرال اكسرسايزز، تدريبات عامة، on unit 3 على الوحدة رقم 3 من كتاب بايبت للعام الدراسي الجديد 2024، ونبدأ مع بعض من صفحة 158. أول سؤال معايا بيقول complete، أكمل the following dialogue، الحوار التالي. أول سطر ده مهم، بيعرفني الحوار بيدور ما بين مين ومين وإيه موضوع الحوار. بيقول لي دينا and راما، دينا وراما are talking about، talking about يعني يتحدثان عن the red crescent. the red crescent اللي هو الجمعية أو الهلال الإيه؟ الهلال الأحمر. بيتكلموا عن الهلال الأحمر. دينا هنا بتسأل، بتقول have you heard، يعني هل أنت سمعتي about، عن the red crescent، عن الهلال الأحمر. هنا راما قالت لها حاجة وقالت لها it is one of the most important charts in the world، يعني إيه؟ واحد من important يعني هام، يعني واحد من أهم charts، أهم الجمعيات الإيه؟ من أهم الجمعيات أو المؤسسات الخيرية in the world، في العالم. ده واحد من أهم الجمعيات الخيرية. يبقى لما تسألها تقول لها هل سمعت، يبقى سمعت ولا لا، هتقول لها yes، yes نعم. يو بتتحول إلى I وI بتاخد معها have طالما في الإثبات، لكن لو في النفي هتبقى haven't. يبقى yes I have، نعم أنا سمعت. هنا دينا بتسألها سؤال، بتقولها why أو who helps in the charity، هو يعني من، طب مين بقى اللي بيساعد في المؤسسة أو الجمعية الخيرية. طبعا هم المتطوعين هم اللي بيساعدوا فيها، هنقول طبعا بعض من المتطوعين، يبقى some يعني بعض من الايه فولنتيرز المتطوعين، بعض من فولنتيرز، بعض من المتطوعين help يعني بيساعدوا in في the charity، بعض من المتطوعين بيساعدوا في الجمعية الايه الخيرية. هنا دينا بتسأل سؤال، راما قالت لها volunteers help ill and injured people، volunteers دول المتطوعين بيساعدوا مين؟ بيساعدوا الناس اللي هم injured اللي هم المصابين، وال اللي هم ايه المرضى، يبقى بيساعدوا المصابين والايه والمرضى. when there is، عندما يوجد a natural disaster، لما يكون فيه كارثة ايه، كارثة طبيعية، بيساعدوا المصابين والمرضى في حالة وجود كارثة طبيعية. طب ازاي بقى بيساعدوا او بيساعدوا مين؟ قول ازاي بيساعدوا، how do they help، how يعني كيف، عند الفعل هنا في المصدر باخد الفعل المساعد معي في السؤال do، وبعد كده الفاعل they، طبعا بعوض عن volunteers بكلمة they، how do they ايه الفعل في المصدر help، how do they help، ازاي بقى ان هم بيساعدوا. قالت لها عن طريق ان هم بيساعدوا الايه ال ان injured people، المصابين والمرضى، الكلام ده في حاله وجود ايه natural disaster، في حاله وجود كارثه طبيعيه. هنا دينا بتسال سؤال، هنا راما قالت لها yes many people give money and clothes، نعم العديد من الناس give money يعني بيدوا النقود كده او بيتبرعوا بالنقود، ان ايه وايه كمان clothes والملابس. يبقى السؤال هل العديد من الناس بيتبرعوا بالنقود والملابس، يبقى هنقول هنا how بمعنى ايه do بمعنى هل، many people العديد من الناس، هل العديد من الناس give money بيعطوا أو بيتبرعوا بالنقود and clothes والملابس، and clothes وكمان الملابس. قالت لها أيوة. هنا دينا بتقول thanks أو thank you for this information، بشكرك على هذه الإيه، بشكرك على هذه المعلومات. طبعا لما حد بيشكرنا بنقول له ايه العفو، العفو يعني يور ويلكم او يو ار ويلكم، يعني ايه يعني العفو. هنا عندي بعد كده الجزء الخاص بالاختيارات والسؤال رقم واحد، اي بوت يعني اشترى،
أنا اشتريت نقط بوكس يسترداي، بالأمس. بالأمس اشتريت إيه؟ تو بوكس كتابين، ولا تو هنا بمعنى إلى حرف جر، ولا تو هنا بمعنى أيضا، ولو جالي بعدها صفة بتكون بمعنى جدا، ولا تو هنا بمعنى إصبع الإيه القدم. طب هو عايز نفرق بين تو، كله نفس النطق لكن باختلاف المعنى، يبقى اختار كلمة تو. I bought، أنا اشتريت تو بوكس كتابين بالأمس yesterday. رقم 2، you should، أنت يجب عليك، نقط سبورت to keep health، عايز يقول لي يجب عليك إن أنت تمارس رياضة to keep healthy عشان إيه تحافظ على صحتك أو تكون بصحة إيه بصحة جيدة، تمام؟ طب يمارس رياضة اسمها ايه؟ make sport، do sport، give sport، take sport. طبعا اسمها يا اما do sport اللي هي يمارس رياضة، يا اما اسمها play sport برضو صح لو جابها لي في الاختيارات. رقم 3، ايه or an نقط does a job without being paid، يعني ايه does a job؟ يعني بيقوم كده او بيأدي وظيفة او مهمة، بيعمل كده وظيفة او مهمة without، يعني بدون being paid، بدون مقابل مادي، بدون ما حد يدفع له مقابل ايه مادي، مقابل هذا الوظيفة او هذه الوظيفة. عندي هنا ده مين بقى اللي بيشتغل بدون مقابل مادي؟ patient، الشخص اللي هو الصبور او المريض، ولا انجينير، المهندس بيعمل بدون مقابل مادي، ولا فولنتير، الشخص المتطوع بيقوم بعمل تطوعي for no money او without being paid يعني بدون مقابل مادي، ولا adult، الشخص البالغ او الراشد. طبعا يبقى مين؟ a volunteer، المتطوع، هو اللي بيعمل without، بدون being paid، بدون ما حد يدفع له مقابل هذا العمل. رقم 4، you can give money، تقدر انت تدي النقود او تتبرع بالنقود to نقط، هتتبرع للنقود لمين؟ to help poor people، عشان نساعد poor people، عشان نساعد الفقراء، تمام؟ هنتبرع بالنقود ل charity الجمعية او المؤسسة الخيرية، ولا farm، هنتبرع بالنقود دي للمزرعة، ولا بيتش، ولا هنوديها للشاطئ بيساعد الناس الفقراء، ولا سينما، هنروح نودي فلوسنا في السينما. نتبرع فين؟ بنتبرع للجمعية الخيرية، يبقى to a charity، للجمعية الخيرية. رقم 5، آدم fell off، fell off معنى سقط، هو سقط on his او of his bike، سقط كده من على الدراجة بتاعته، and had a big knot on his arm، وأصيب بإيه في ذراعه؟ arm اللي هو الذراع، pump مضخة أو يضخ، وطريق أو وسيلة، infection أصيب بعدوى في دراعه لما وقع، ولا قط بجرح في دراعه، وقع أصيب بإيه؟ بقط بجرح on his arm في ذراعه. رقم 6، ذا نقط of our company، للشركة بتاعتنا، مين اللي في الشركة بتاعتنا؟ is active and kind، يعني نشيط وإيه؟ نشيط وطيب. مين اللي في الشركة نشيط وطيب؟ تمام، بوليس اوفيسر، ضابط الشرطة، هو اللي طيب ونشيط، ولا مانجر، المدير بتاع الشركة بتاعتنا، ولا تيتشر، المدرس اللي في الشركة، ولا فارمر، المزارع او الفلاح. هنا في الشركة بيكون لها مدير، وهو ايه؟ اكتيف اند كاين، نشيط وايه وطيب، يبقى مانجر، مدير. بعد كده صفحة 159 والسؤال رقم 7، بيقول لي انقط teaches people، يعني بيعلم الناس how to play، ازاي ان هم يلعبوا or improve a sport، او ان هم يحسنوا او يتحسنوا في ممارسة الرياضة، تمام؟ يا ترى مين اللي بيعلمهم ازاي يلعبوا او يمارسوا ويتحسنوا ممارستهم في الرياضة؟ sports coach اللي هو المدرب الرياضي، ولا scientist، ولا العالم، ولا teacher المدرس، ولا professor اللي هو الاستاذ، او استاذ مثلا ايه، استاذ جامعة. طبعا سبورتس كوتش، المدرب الرياضي، هو اللي teaches people، بيعلم الناس how to play or improve a sport. رقم 8، this book، هذا الكتاب، is about some، ده بيكون عن بعض من ايه، Egyptian people، عن بعض من ايه، الناس المصريين، who we are all proud of، اللي كلنا بنكون فخورين ايه، فخورين بيهم. useless، الناس اللي هي بلا قيمة او بلا فائدة، ولا سيلي، الناس اللي هي السخيفة، ولا dangerous، ولا الناس الخطيرة، ولا heroic اللي هي اللي لها عمل بطولي. طبعا الناس اللي لها heroic عمل بطولي المصريين.
رقم 9 A or A not is something يعني بيكون شيء ما serious or dangerous يعني شيء بيكون خطير that you need to do something about محتاج ان انت تعمل شيء حيال هذا الموضوع او الشيء الخطير. charity ده تعريف اللي هو الجمعية او المؤسسة الخيرية. emergency طارئة او حالة الطوارئ. nature يعني الطبيعة. organization اللي هي المنظمة او الهيئة او المؤسسة. طبعا اسمها ايه؟ a او an emergency. an emergency اللي هي حالة الطوارئ ده بيكون شيء serious خطير محتاج ان انت تعمل ايه؟ do something about يعني محتاج تعمل شيء حيال هذا الشيء الخطير او حالة الطوارئ هذه. السؤال رقم 10 بيقول لي my uncle not to be a police officer عايز يقول لي عمي اعتاد ان يكون ضابط ايه؟ ضابط شرطة. اعتاد ان يعني used to والمصدر هو جايب لي to be to والمصدر يبقى باقي using ولا is used ولا used ولا uses طبعا used. used to be اعتاد ان ايه؟ اعتاد ان يكون. رقم 11 my uncle راشد عمي راشد born in 1961 سنة 1961 عايزين نقول ولد. ولد يبقى where للجمع. وصف الماضي is مضارع does مضارع طبعا هنقول هنا ايه؟ ولد يبقى ايه؟ was born ولد in 1961 ولد في عام 1961. والسؤال رقم 12 I started preparatory school انا started يعني انا بدأت preparatory school اللي هي المدرسة الايه؟ المدرسة او المرحلة الاعدادية. اير نقط عايز يقول منذ عام. at يعني في for لي او لاجل ان يعني في برضو واجو يعني منذ وبيجي لي قبلها فترة زمنية ودي من الكلمات الدالة على الماضي البسيط يبقى a year ago منذ وادي الفترة الزمنية اللي هي ايه؟ منذ عام. بعد كده بيقول لي هنا رقم 13 I used to play football انا اعتدت ان العب ايه؟ فوتبول كرة القدم. but now لكن دلوقتي لما جاب لي but now يبقى خلاص قلبت الجملة بتاعتي بقت هنا ايه؟ مضارع. اي بتاخد ايه؟ انا اعتدت ان العبها لكن دلوقتي لم افعل او لم العب. هاي بتاخد didn't ده ماضي don't ولا am not ولا will not طبعا I don't انا لم افعل. am not لما يكون جايب لي هنا بعد to be بمعنى يكون وبعد البي صفة. رقم 14 how did people used to كيف الناس اعتادوا ان نقط in the past ان هم يسافروا في الماضي الناس اتعودوا او كانوا معتادين يسافروا ازاي in the past في الايه؟ في الماضي. يبقى عندي هاو ادي كلمة الاستفهام بعدها ديد والفاعل ادي ديد ادي رقم 2 وبعد كده بيبول ادي رقم 3 الفاعل بعدها يوز تو والمصدر ادي يوز تو ادي رقم 4 باقي لي من هنا باقي لي المصدر ترافلز الفعل به اس ترافلد في الماضي ترافل هنا المصدر ترافلينج به اي ان جي يبقى ترافل يبقى الفعل في الايه؟ في المصدر سادة خالص من غير اي اضافات. بعد كده السؤال رقم 15 هي نقط A junior chess champion يعني عايز يقول هنا عايز يقول لي هو فاز ب بطولة اللي هي champion chess بطولة الشطرنج لمين؟ للجونيور اللي هم للناشئين فاز ببطولة الشطرنج للناشئين when he was لما كان عمره only فقط 12 12 سنة يبقى فاز ببطولة الشطرنج مين للناشئين فاز يعني وان ولا وين المصدر ولا وينز الفعل به اس ولا تو وين تو المصدر طبعا عايزينها في الماضي يبقى وان لان بيقول لي وين هي واز اونلي 12 لما كان فقط عنده 12 ايه 12 سنة. عندي هنا الجزء الخاص بتصحيح الخطأ ماي انكل ليفد ان جيزة ماي انكل عمي ليفد يعني عاش في الجيزة فور 2016 سنة 2016 او 2016 او سنة 2016 سنة 2016 طبعا السنوات وفي الماضي عندي هنا بتاخد ايه بتاخد ان يبقى عندي هنا ان بعدها ايه سنة ماضية دي من الكلمات الدالة على الماضي البسيط خدنا ان. رقم 2 I go to primary school انا رحت للمدرسة اللي هي الايه الابتدائية او المدرسة الابتدائي for 6 years لمدة كام لمدة 6 سنوات اللي هما السنوات بتوع المرحلة الابتدائية من الصف الاول للسادس الابتدائي طبعا عندي هنا for 6 years لمدة 3 سنوات انا رحت وذهبت يبقى جملة الافعال اللي هي الـ irregular غير منتظمة بتبقى في المضارع تبقى
جو، وفي الماضي بتبقى ايه؟ بتبقى went، يعني ذهب. رقم 3، where does you used to live in the past؟ عايز يقوله اين اعتدت ان تعيش في الايه؟ في الماضي. في الماضي انت كنت عايش ايه؟ عايش فين؟ ادي وير، ادي كلمه الاستفهام، بعدها ديد والفاعل ويوستو والمصدر. طب انا عندي ادي الفاعل وادي يوستو وادي المصدر، يبقى رقم 2 مين؟ رقم 2 ديد. رقم 4، تامر didn't، جايب لي هنا used to study hard at school، لم يعتاد ان يجتهد او يذاكر بجد في الايه؟ في المدرسه. يبقى didn't بعدها المصدر هتبقى use فقط، ونشيل منها الدي، used to، لم يعتاد ان study، ان يدرس. رقم 5، yesterday بالامس، من الكلمات الداله على الماضي البسيط. we have lunch in a big restaurant، احنا كنا وجبه الايه؟ او تناولنا وجبه الغداء في مطعم ايه؟ كبير، in a big restaurant. تمام، احنا تناولنا في الماضي، يبقى have هتبقى ايه؟ هتبقى had في الماضي. رقم 6، do you used to do sport when you were a child، لما كنت طفل صغير هل اعتدت ان تمارس الايه؟ سبورت، تمارس الرياضة. طب بسأل بهل اعتاد في الماضي بايه؟ بديد والفاعل ويوزد تو والمصدر، ده رقم 4 اللي هو الايه؟ المصدر. يبقى هسأل بإيه؟ هسأل بـ did، يبقى did you used to، هل اعتدت أن. عايزني هنا بقى أكتب عن إيه؟ how life used to be، الحياة كانت عاملة إزاي؟ different، أو كانت مختلفة إزاي؟ in ancient Egypt، في مصر الإيه؟ في مصر القديمة كانت الحياة عاملة إزاي أو مختلفة إزاي؟ وده متجاوب عندي في آخر الوحدة، وبإذن الله أقدم لكم أهم الباراجرافات الهامة والمتوقعة لمنهج الصف الثاني الإعدادي الترم الأول. ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي اختبار للازهر، الازهر تيست، من كتاب بايبت، اولنا هنا صفحة 161 في الاختبار. واول سؤال هنا خاص بالليسنينج، الجزء الخاص بالاستماع، يقول لي listen، استمع، and choose، واختر the correct answer، الاجابة الصحيحة. بيجيب لي فقرة بستمع اليها، وبعد كده ببدأ اجاوب على السؤالين اللي عندي. listen to me، اسمعوني كده. الفقرة بتقول my uncle is a doctor، عمي بيكون دكتور. He works for the Red Crescent، هو يعمل لصالح الهلال الأحمر. He is kind، هو شخص طيب. And all his patients، وكل المرضى بتوعه like him، كل المرضى اللي هو بيعالجهم أو المرضى بتوعه بيحبوه. جيب لي هنا أول سؤال بيقول لي إيه؟ The speaker's uncle، يعني إيه؟ يعني عم المتحدث، ما المتحدث بيقول عمي، فعم بقى المتحدث، عم اللي بيكلمنا في نص الاستماع ده، is a or am، بيكون ايه بقى؟ دكتور، بيكون دكتور ولا انجينير، ولا بيكون مهندس، ولا تيتشر، مدرس، ولا فارمر، فلاح او مزارع. طبعا هو بيكون ايه؟ ا دكتور، دكتور بشري. رقم 2، the speaker's uncle، عم المتحدث، works for، يعني ايه؟ بيعمل لصالح، بيعمل لصالح ايه؟ فاكتوري، بيعمل لصالح مصنع، ولا سكول، مدرسة، ولا ذا ريد كريسنت اللي هو الايه؟ الهلال الاحمر، ولا افارم، لصالح مزرعة. طبعا بيعمل لصالح ايه؟ ذا ريد كريسنت اللي هو الهلال الايه؟ الهلال الاحمر. بعد كده بيقول هنا language functions، الوظائف اللغوية، supply the missing parts، أكمل هذه الأجزاء الناقصة، in the following two mini dialogues، الحوارين القصيرين التاليين. أول حوار معانا بيكون ما بين عبد الله وعمر. عبد الله بيقول هنا did you meet، يعني هل قابلت، meet يعني يقابل، هل قابلت your friends، هل قابلت أصدقائك yesterday بالأمس، أنت قابلت أصدقائك بالأمس. طبعا ممكن نقول yes I did، ممكن نقول no I didn't، هنقول هنا yes، نعم، يو بتتحول الى اي وديد زي ما هي في حاله الاثبات، لكن لو قلنا نو هيبقى نو اي didnt. تاني حوار معانا اسراء وفرحه. اسراء هنا بتسال سؤال، فرحه قالت لها بيكوز، يعني لان. هي وركس از ا فولنتير، هو يعمل ايه؟ يعمل كمتطوع، فور لصالح ذا ريد كريسنت، لصالح مين؟ لصالح الهلال الاحمر. تمام، يبقى بيكوز السؤال كان واي، لماذا؟ طبعا هتقولها ليه مثلا انت فخوره بباباكي، ليه انت فخوره باخوكي، مثلا اي حد من الاقارب، هتقول لها واي، يعني لماذا، ار يو، يعني انت بتكوني proud of، فخوره بيه، واي ار يو،
proud of اللي انت فخوره بايه، مثلا your father باباكي، your father ليه انت فخوره بباباكي، هتقولها مثلا لانه بيعمل لصالح ايه، the red crescent الهلال الاحمر. بعد كده هنا بقى جايب لي الاسئله الخاصه بالاختيارات. شوز اختار ذا كوركت انسر، الاجابه الصحيحه رقم واحد وي شود هيلب، يجب علينا ان احنا ايه نساعد كولكتورز جميع ايه اللي بيجمعوا ايه، اند كيب اور سيتي كلين، ونحافظ على ايه المدينه بتاعتنا او نحافظ على نظافه ايه المدينتنا، نحافظ على نظافه مدينتنا او نحفظ المدينه بتاعتنا تكون نظيفه. بيقول لي هنا اول حاجه ور المياه او يروي، ماني النقود، ربش القمامه، ستامب اللي هو طابع الايه البريد او طابع البوستة. يبقى احنا يجب ان احنا نساعد ايه ربش كولكتورز جامع الايه القمامه، اند كيب اور سيتي كلين، ونحافظ على نظافه مدينتنا. السؤال رقم 2 بيقول هنا ليلى يوز تو، يوز تو يعني اعتادت ان، ليلى اعتادت ان ايت او صيد ان هي تاكل بالايه، تاكل بالخارج، بات ناو، لكن الان طالما قال لي بات ناو يبقى خلاص هنا غيرنا الزمن بتاعنا للمضارع، بات ناو شي، لكن دلوقتي هي ايه، شي بتتنافى بدونت ولا دازنت ولا ايزنت ولا ديدنت، طبعا بيقول لي ناو فديدنت مستبعده ودونت ما ينفعش مع شي، تمام. يبقى احنا عايزين هنا ما ينفعش ايزنت، ليه؟ لان اصلا ما جابليش بعد يوز تو فيرب تو بي، يبقى هختار هنا مين، هختار هنا دازنت. رقم 3 I always، أنا دائما، my family عائلتي، أنا دائما إيه لعائلتي، when I travel for a long time لما أسافر لإيه فترة طويلة أو وقت طويل، لما بسافر وقت طويل أو فترة زمنية طويلة، lose أنا بخسر عيلتي، ولا waste يعني يضيع أو يهدر أو فضلات، throw يلقي أو يرمي، miss يعني يفتقد أو يوحشه، انا بفتقد عيلتي او عيلتي بتوحشني، when I travel my long time لما بسافر ايه for a long time لوقت طويل او لفترة طويلة. عندي بعد هنا بعد كده طبعا هنختار مس، بعد كده بيقول هنا our neighbor، neighbor اللي هو الجار، بيقول جارنا to a new house لمنزل جديد، عايز يقول عزل كده وانتقل لمنزل جديد، last month الشهر الماضي، عندي last month الشهر الماضي، دي من الكلمات الدالة على الايه على الماضي البسيط، ازاي يعني الفاعل والتصريف التاني للفعل، our neighbor جارنا، moved انتقل او عزل، ولا has moved ولا will move ولا moves طبعا انتقل او عزل، الفاعل والتصريف التاني للفعل يبقى انتقل او عزل to الى a new house لمنزل جديد الشهر الماضي. رقم 5 the نقط help the team يعني ساعد the team، ساعد الايه، ساعد الفريق to play the match well ان هو يلعب المباراة ويل بطريقة جيدة، مين اللي بيساعد الفريق ان يلعب المباراة بطريقة ايه؟ بطريقة جيدة، فالنتير ده الشخص المتطوع هو اللي بيساعد على كده، ولا كوتش المدرب بيدربهم كويس، ولا انجينير ده المهندس، ولا نيرس الممرض او الممرضة، طبعا مين، كوتش المدرب هو اللي هيلب ذا تيم بيساعد او ساعد الفريق تو بلاي ذا ماتش ويل ان يلعبوا المباراة بطريقة كويسة او بطريقة جيدة. رقم 6 ذا فايرمن، فايرمن اللي هم مين؟ رجال الإطفاء، رجال المطاف اللي بيروحوا يطفوا الايه الحرايق، تو من عايزين نقول عملوا ايه في تو من، اتنين من السيدات يبقى انقذوا اتنين من السيدات، from the fire من الحريق او من الايه من النار، in this building في المبنى ده او في هذا الايه في هذا المبنى، yesterday يعني امس، yesterday من الكلمات الدالة على ايه على الماضي البسيط. يبقى رجال الاطفاء عملوا ايه، saved ولا are saved ولا were saved ولا was saved، طبعا رجال الاطفاء saved، انقذوا two women سيدتان from the fire من الحريق او النار in this building في هذا المبنى yesterday، yesterday من كلمات الدالة على الماضي البسيط، الفاعل اي فعل لو مفرد او جمع بعد منه التصريف التاني، عشان كده خدنا saved بمعنى ايه بمعنى انقذ. بعد كده صفحة 162 reading comprehension قراءة القطعة، read the following اقرأ التالي، then answer ثم اجب the questions على الأسئلة، every person يعني ايه يعني كل
شخص in this world في هذا العالم. هذا dream بيكون عنده حلم which he أو she wants to achieve اللي كل شخص حيث هو أو هي wants to يريد أن achieve يعني عايز يحقق هذا الإيه الحلم during his أو her life أثناء أو خلال إيه أثناء أو خلال حياته أو حياتها. This dream هذا الحلم encourages him encourages يعني بيشجع الحلم ده بيشجعه أو بيشجعها to do better and better إن هو يفعل أو بيأدي أفضل وأفضل and move towards his أو her goal وبيتحرك towards يعني باتجاه إيه تجاه هذا الإيه الهدف بيحاول إن هو يوصل لهذا الهدف. Not everything you think of can be your dream مش كل حاجة انت بتفكر فيها تمام هي بتكون حلم بالنسبة لك. Something are just a part of the character you grow up with during your childhood يعني مثلا بعض الأشياء فقط بتكون عبارة عن جزء من شخصية you grow up with during your childhood يعني انت بتكون جزء كده من شخصية من شخصيتك في طفولتك وبعد كده لحد ما grow up يعني لما تكبر. however ومع ذلك your dream الحلم بتاعك plays an important role يعني بيلعب دور ايه دور مهم in your life في حياتك. you should know يجب ان انت تعرف how to realize a dream ازاي ان انت تحقق الحلم ده. so لذلك I don't leave your dream يعني لا تترك حلمك and try to make it come true وحاول ان هو يصبح ايه يصبح حقيقي او انت تحقق هذا الحلم. what does every person in this world have يعني كل شخص في هذا العالم عنده ايه. طبعا كل شخص في هذا العالم عنده حلم ويريد أن يحققه. نبدأ من هنا كده هنقول هنا every person يعني إيه يعني كل شخص in this في هذا world في هذا العالم كل شخص في هذا العالم has يعني بيكون إيه عنده a dream بيكون عنده ايه بيكون عنده حلم which he or she wants to achieve during his or her life حيث he هو او she هي wants to يريد ان ايه achieve ان هم يحققوا حلمه أو حلمها achieve يحققوا الحلم ده during أثناء أو خلال إيه his أو her life أثناء حياته أو حياتها. بعد كده بيقول لي هنا إيه how can you realize your dream إزاي إن أنت تقدر تحقق حياتك. طبعا عن طريق ايه بقدر احقق حلمي قصدي ازاي انت تقدر تحقق حلمك. طبعا انا لا اترك حلمي عن طريق ان انا انا don't leave انا لا اترك حلمي my dream ما سيبش الحلم بتاعي. I don't leave my dream أنا لا أترك حلمي أن وكمان إيه try يعني أحاول to make it إن أنا أجعل الحلم بتاعي ده يكون إيه حقيقي أو يصبح حقيقي يبقى come يعني يصبح try يصبح إيه حقيقي. بعد كده بيقول لي هنا إيه What is your dream for the future؟ حلمك ايه في المستقبل؟ تحب تكون ايه؟ كل واحد يكتب اللي هو عايزه. مثلا هكتب اقول ايه هنا ايه؟ My dream الحلم بتاعي is to be يعني ان انا اكون a doctor. كل واحد يكتب هو عايز يكون ايه في الايه في المستقبل.
رقم 4 بيقول هنا a person's dream، يعني حلم الشخص، نقط him او her to do better، ان هو يؤدي افضل، بيعمل ايه للشخص يساعده ان هو يؤدي افضل. stops يعني يتوقف، encourage يعني بيشجع الشخص ده، بيشجعه او بيشجعها، يبقى encourages him او her. asks يعني بيسأل، ولا collects يعني يجمع، طبعا بيعمل ايه، بيشجع الشخص ده او بيشجعها to do better، ان هي تأدي افضل. رقم 5 a dream plays، يعني الحلم ده بيلعب ايه، or an not role، بيلعب دور ايه in our life، في حياتنا. لما يكون عندنا حلم، الحلم ده بيكون له دور ايه في حياتنا، important دور مهم او دور هام، slow دور بطيء، fast دور سريع، ولا simple دور بسيط في حياتنا، طبعا بيكون له دور ايه مهم. يبقى a dream plays، الحلم بيلعب an important role، دور مهم in our life في حياتنا. نيجي بعد كده بيقول هنا your future job، اللي هي الوظيفة بتاعتك في الايه، في المستقبل، وده على طول بيتجاوب عندي قبل الاختبار. وبإذن الله أقدم لكم أهم الباراجرافات الهامة والمتوقعة لمنهج الصف الثاني الإعدادي الترم الأول. إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تيست اختبار على الوحدة الثالثة، بداية من صفحة 163. وأول سؤال معايا هنا خاص بليسنينج، الجزء الخاص بالاستماع، listen استمع and choose واختر the correct answer، الإجابة الصحيحة. بيجيب لي نص أو فقرة بستمع إليها جيدا، ومن خلال المعلومات اللي وردت عندي في الفقرة ببدأ إن أنا أجاوب على الأربع أسئلة اختيارات. listen to me، اسمعوني كده. الفقرة بتقول when my parents were younger، لما والدي كانوا أصغر، they lived in Luxor، كانوا عايشين في الأقصر. then ثم they moved to Port Said، انتقلوا وعزلوا إلى بورسعيد in 1990، سنة 1990. my father got a job in Cairo، بابايا حصل على وظيفة في القاهرة 15 years ago، منذ 15 سنة. they lived in a small flat، هم عاشوا في شقة صغيرة، from 2005، من سنة 2005 إلى 2006، لسنة 2006. they moved to، هم انتقلوا أو عزلوا بعد كده إلى إيه، a bigger flat، إلى شقة أكبر، a year later، بعد كده يعني أو بعدها بعام، when I was born، عندما أنا ولدت. السؤال رقم واحد هنا بيقول the speaker's parents، اللي هما الوالدين، والدين الايه المتحدث، lived in، عاشوا فين، when they were younger، لما كانوا اصغر سنا، لما كانوا اصغر سنا عاشوا فين. جاب لي هنا بعض الايه الاماكن، كايرو، كانوا عايشين في القاهرة، ولا لوكسور، ولا كانوا عايشين في الاقصر، ولا جيزة، ولا كانوا عايشين في الجيزة، ولا أسوان، ولا كانوا عايشين في أسوان، طبعا كانوا عايشين فين، lived in Luxor، عاشوا في الجيزة. رقم 2 they moved to Port Said، هم عزلوا أو انتقلوا إلى إيه، Port Said in، إمتى بقى، 2005 2006 1990، سنة 1990، طبعا كان سنة 1990، عزلوا إلى Port Said. رقم 3 the speaker's father، يعني والد المتحدث، got a job، حصل على ايه، حصل على وظيفة in Cairo، في القاهرة، not years ago، طب منذ كم سنة، 10 12 15 20، طبعا منذ 15 سنة، 15 years ago، منذ 15 سنة. رقم 4 they moved to a bigger، هم انتقلوا الى او عزلوا الى ايه، اكبر، تمام، a year later، بعدها بسنة، when the speaker was born، عندما المتحدث ولد، لما تولد الايه المتحدث ده، هم انتقلوا الى ايه اكبر، فلات، الى شقة سكنية اكبر، ولا هاوس، منزل اكبر، ولا فيليج، ولا الى قرية اكبر، ولا الى فيلا، الى فيلا اكبر، طبعا انتقلوا الى ايه، الى شقة سكنية اكبر، يبقى to a bigger flat، الى شقة سكنية اكبر. بعد كده جايب لي الجزء الخاص بالمحادثة والحوار، بيقول complete the following dialogue، اكمل الحوار التالي، اسراء ان امال، اسراء وامال، يبقى السطر ده بيعرفني الحوار بيدور ما بين مين ومين، وايه موضوع الايه، وايه موضوع الحوار. بيقول هنا اسراء ان امال are talking about، يعني ايه، يعني يتحدثان عن ancient Egyptian doctors، يعني بيتكلموا عن
الأطباء، المصريين، القدماء. هنا إسراء بتقول did you read about، عايز يقول له أنت قرأت أو هل قرأت about ancient Egyptian doctors، عن الأطباء المصريين القدماء. هنا آمال لسه معرفناش قالت لها إيه. إسراء هنا بتقول لها do you think that they helped their patients، هل تعتقد إن هم، يقصد هنا طبعا they اللي هم ancient Egyptian doctors، أطباء المصريين القدماء، تعتقد إن هم ساعدوا their patients اللي هم المرضى بتوعهم، إن هم ساعدوا المرضى؟ طبعا طالما بدأ يسأله يبقى هيقول له أيوه أعرف، يبقى yes نعم. يو بتتحول إلى I وديد بتبقى زي ما هي في حالة الإيه، في حالة الإثبات، يبقى yes I did. هنا بيقول له do you think that they helped their patients، تعتقد إن هم ساعدوا their patients اللي هم المرضى بتوعهم. هنا أمال قالت حاجة، فهنا إسراء بتسأل سؤال، أمال قالت لها they used plants، هم استخدموا الإيه النباتات to help people، عشان يساعدوا الناس with burns اللي هي بيكون عندها إيه حروق، and to stop infection، وكمان عشان خاطر إن هم يوقفوا الإيه، يوقفوا العدوى. يبقى هم ساعدوا المرضى ولا لأ؟ طبعا ساعدوهم، يبقى yes نعم. they نعم هم helped يعني ساعدوا، them ساعدوهم هنا طبعا them بتعود على مين؟ على patients اللي هم الايه المرضى. yes they helped them، نعم هم ساعدوهم. طبعا بتقول لها استخدموا النباتات عشان خاطر يساعدوا الناس اللي هي عندها بيرنس حروق، وكمان عشان يوقفوا ايه infections العدوى. طبعا هيتقول لها هنا طبعا السؤال هنا، طب هم استخدموا ايه عشان يساعدوا الناس؟ يبقى what did they use، what يعني ما او ماذا، did they use، ايه اللي هم استخدموه to help، عشان ان هم يساعدوا ايه people الناس. بعد كده إسراء بتقول لها did they know anything about the heart، هل هم كانوا بيعرفوا أي شيء about يعني عن the heart، كانوا يعرفوا أي حاجة عن القلب؟ طبعا هم كانوا يعرفوا، نقول لها yes they did، yes نعم they did، نعم هم كانوا يعرفون. فهنا إسراء بتسألها سؤال، أمال قالت لها you can visit museums، أنت تقدري إن أنت تزوري المتحف أو تزوري المتاحف، and temples وتزوري الإيه المعابد، تزوري المتاحف والمعابد to know more about them، عشان تعرفي أكتر عنهم. طبعا يبقى هي هتقول لها إيه اللي أنا أقدر أعمله عشان أعرف أكتر عنهم، طبعا عن اللي هم الأطباء المصريين القدماء. يبقى how can، how can we know، يعني كيف نعرف more، كيف نعرف أكثر أو المزيد about them عنهم، طبعا عن مين؟ الأطباء المصريين القدماء. بعد كده جيب لي هنا reading comprehension، قراءة القطعة، صفحة 164، read the following، اقرأ التالي، then answer the questions، ثم أجب على الأسئلة. عمر and سلمى، عمر وسلمى went to Greece، راحوا للإيه؟ راحوا لليونان، on holiday في أجازة، they stayed in a nice big hotel، أقاموا هناك في فندق جميل وإيه؟ وكبير. in the mornings في أوقات الصباح، they had breakfast، بيتناولوا أو تناولوا وجبة الإفطار at the hotel في الفندق. And in the evenings في أوقات المساء they ate dinner at restaurants، تناولوا وجبة العشاء في الإيه في المطاعم. One night ذات ليلة they went to a famous restaurant، راحوا المطعم إيه في مشهور. And they sat outside، هم قعدوا بالإيه، قعدوا بالخارج، outside because يعني لأن it was lovely warm weather، لأن الطقس كان دافئ وإيه ولوفلي جميل. They ordered fish with salad، طلبوا سمك مع الأرز، مع طلبوا سمك مع السلطة، and chips وكمان شرائح البطاطس. the waiter الجرسون served it، قدمه لهم.
they saw a big sign. هم شافوا لافتة كبيرة. اللافتة دي مكتوب عليها it said، يعني اللافتة دي بتقول ايه او مكتوب عليها ايه؟ don't feed the cat، يعني لا تطعم الايه القطط. soon they saw a beautiful cat، بعد كده وبسرعة كده شافوا قطة جميلة. it came up to their table، وكده طلعت على الايه على الترابيزة بتاعتهم. it sat beside سلمى، وقعدت كده بجانب مين؟ بجانب سلمى. سلمى cut a piece of fish، سلمى قطعت قطعة من الايه قطعة من السمك. and gave it to the cat، وبعد كده اديتها للقطة. it ate the fish، وهنا القطة كلت السمكة. the waiter was not happy، الجرسون ما كانش سعيد. the cat did not wait for another piece، والقطة ما انتظرتش قطعة تانية. it jumped on the table، وهنا it بتعود على مين؟ على القطة. القطة كده على طول نطت وقفزت على الترابيزة. took the fish، وخدت السمكة. and quickly jumped back down، بعد كده نزلت بسرعة تاني، يعني ما مش استنت او ما استنتش لحد ما حد اديلها قطعة سمك تانية، لا هي نطت وخدت السمكة ونزلت كده على طول. at the moment، في تلك اللحظة the waiter came back out، بعد كده الجرسون رجع تاني او عاد مرة تانية. he saw the cat with the fish، وشاف السمكة او شاف القطة وهي معها السمكة. he looked at سلمى، وبص كده لسلمى. but he didn't say any او a thing، لكن ما قالش ايه a thing، ما قالش شيء. he look او his look، نظرته said it all، قالت كل حاجة. طبعا كان غاضب منها، يعني اللافتة مكتوب عليها ان لا تطعم القطط، مجرد ان هي بدأت تديلها قطعة القطة من غير ما تنتظر قامت وخدت السمكة من قدامها. رقم واحد، where did عمر and سلمى go on holiday، يعني اين عمر وسلمى قضوا اجازتهم فين؟ طبعا او راحوا لفين، اين قضوا الاجازة بتاعتهم؟ قضوها طبعا في اليونان، يبقى فين المكان؟ جريس اليونان، فين في اليونان. رقم اتنين، what did they sit outside the famous restaurant، ويعني لماذا؟ طيب هم ليه جلسوا بخارج المطعم المشهور؟ لان الطقس كان جميل وكان دافئ. طالما قال لي واي هقوله هنا ايه؟ because، يعني لان او as، لان او to برضه معنى لان او لكي، يبقى هنا ايه؟ because، يعني لان. it was، يعني الطقس او كان موجود فيه lovely. warm weather، لان كان فيه موجود ايه؟ طقس جميل وايه؟ ودافئ. weather. رقم ثلاثة، what did the sign say، اللافتة دي يا ترى كانت بتقول ايه؟ تمام، طبعا اللافتة بتقول، هنقول هنا it said، يعني اللافتة دي اتقالت. don't feed، يعني لا تطعمه. the كاتس، لا تطعموا الايه القطط، دي اللافتة كان عليها don't feed the cats، لا تطعموا الايه القطط. هنا السؤال رقم 4 بيقول لي the underline pronoun it، الضمير اللي تحته خط اللي هو it refers to the، بيشير الى ايه؟ fish، للسمك table، ولا للترابيزة، ولا cat للقطة، ولا piece للقطعة؟ طبعا بيشير الى الايه؟ الى القطة اللي هي the cat، القطة. نجيبها لنا هنا في القطعة هوريها لكم تاني. بيقول لي هنا it jumped on the table، وقفزت على الترابيزة. تمام، طبعا هنا يقصد ايه؟ the cat اللي هي القطة. did not wait for another piece، ما انتظرتش قطعة تانية. و jumped يعني نطت on the table على الترابيزة، يبقى it هنا بتشير الى ايه؟ طبعا it هنا بتشير الى the cat، الى القطة. رقم خمسة، the restaurant was، المطعم كان ايه؟ to put the sign، عشان يضع الايه اللافتة. المطعم ده كان ايه؟ bad، كان سيء ان هو يحط اللافتة دي، ولا right يعني على حق، ولا wrong خطأ، ولا rude وقح.
طبعا المطعم ده كان على صواب او على حق ان هو يضع هذه اللافتة، لان فعلا بمجرد ما هي ادت لها قطعة سمكة القطة نطت وخدت كل السمكة او السمك من قدامها من غير انتظار. يبقى the restaurant was right to، يعني كان محق ان هو يضع the sign، اللافتة. رقم 6، the waiter gave سلمى a bad نقط. الويتر اللي هو الجرسون جيف سلمى، اعطى لسلمى اباد. ايه بقى سيء؟ ميل وجبه سيئه، فيش سمك سيء، ولا كات قطه سيئه، ولا لوك نظره كده سيئه. طبعا ادالها كده نظره سيئه. نيجي بعد كده الجزء الخاص بالاختيارات والسؤال. رقم 1، I always، انا دائما، money اللي هي النقود، to a charity للجمعيه او المؤسسه الخيرية that helps poor children اللي بتساعد الأطفال بتساعد الأطفال الفقراء. يبقى دايما بعمل في النقود للجمعية الخيرية اللي هي بتساعد poor children. وين يعني يفوز، make يعني يصنع، do يفعل، ولا give يعطي. طبعا يعطي المال، I always give money، أعطي المال أو أتبرع، يبقى give money. رقم 2، when you are older، لما تكون اكبر اكبر سنا، do you want to live in the city or the، لما تكون بقى اكبر في السن كده عايز ان انت تعيش في المدينه ولا فين. the side، side يعني جانب، earth اللي هو كوكب الارض، countryside، the countryside اللي هو الريف، ولا continent يعني القاره، يا ترى تحب تعيش في المدينه ولا the countryside ولا الريف. رقم 3، أنا at work، worker يعني عامل، helps people or animals، بيساعد الناس وبيساعد الحيوانات، that need help اللي بتحتاج للمساعدة، يا ترى عامل العامل فين، أو عامل اللي بيساعد الناس أو بيساعد الحيوانات اللي هي محتاجة للمساعدة، charity العامل في الجمعية أو المؤسسة الخيرية، ولا سبورتس اللي هو الرياضات، ولا نوكلير يعني نووي، ولا فروت فاكهة، طبعا عامل الجمعية الخيرية. يبقى a charity worker عامل الجمعية الخيرية. رقم 4، she helped to look، هي ساعدت to look poor children بالأطفال بالأطفال الفقراء، in Egypt في مصر، from من سنة 1920، من سنة 1920 to 1969، إلى 1969 إلى سنة 1969. يبقى هي ساعدت في الاعتناء بالأطفال الفقراء في مصر من سنة 1920 ل 1969. عندي هنا look for يعني يبحث عن، look in ينظر في، look after يعتني بي، look from ينظر من، طبعا look after يعتني بي، طبعا ساعدت في الاعتناء بالفقراء. يبقى she helped to look after، ساعدت ان هي تعتني بي poor children الاطفال الفقراء in Egypt في مصر من سنة 20 او 1920 ل 1969. بعد كده عندي صفحة 165 والسؤال رقم 5 بيقول هنا this is the town، ديت بتكون المدينة، where I، حيث انا bearing ولا was born ولا bear ولا to bear، طبعا عايز اقول حيث حيث ولدت، طبعا يبقى was born ولدت. رقم 6، لينس كازن يعني ابن عم او بنت عم لينا، is in hospital في المستشفى، with يعني بي ان اي نقط، في ايه بقى بالعين، infection بسبب عدوى للعين، ولا part جزء للعين، ولا nature اللي هي الطبيعة، ولا look يعني ينظر، طبعا بسبب عدوى للعين، يبقى with an eye infection. رقم 7، winning the gold medal يعني هنا winning اللي هو الفوز، الفوز بالميدالية الذهبية، is نقط بيكون work عمل for any player لأي لأي لاعب، بيكون لأي لاعب الفوز ب الميدالية الذهبية، هيرو ده عمل، كلمة بطل يعني، ولا هيروك يعني عمل بطولي، ولا بور فقير، ولا باد سيء، طبعا is heroic work ده عمل بطولي.
بعد كده بيقول هنا السؤال رقم 8، ماي انكل يعني ايه؟ عمي. فاير فايتر يعني محارب، نيران او رجل ايه؟ رجل اطفاء، شغال في عمليات الاطفاء او عمليات المطافي. but now لكن الان he is a police officer. a police officer ده دلوقتي ضابط ايه؟ ضابط شرطة. يبقى عمي رجل اطفاء، يبقى my uncle عايزين نقول عمي اعتاد ان يكون used to be ولا is ولا uses to be ولا where. طبعا هنا هنختار used to be، اعتاد ان يكون، اعتاد ان يكون ايه؟ رجل اطفاء. رقم 9، where lived before you moved to Alexandria، عايز يقول له اين كنت تعيش قبل ما تعزل او تنتقل الى الايه؟ الى الاسكندرية. يبقى where بعدها did والفاعل، تمام، بعدها did و used to والفاعل والمصدر، تمام. يبقى انا عايزين هنا did كفعل مساعد وبعد كده الفاعل، اسفل الاول الفاعل يو وبعدين used to وبعدين المصدر، يبقى did والفاعل used to وبعد كده الايه؟ المصدر. يبقى دي كلمة الاستفهام، دي رقم 1. رقم 2 did. رقم 3 الفاعل. 4 used to. رقم 5 المصدر. يبقى ده الاختيار الايه؟ الصحيح. اين اعتدت ان تعيش قبل ان تعزل او ان تنتقل الى الكسندريا، الاسكندرية. رقم 10 منى's mother يعني مامة ايه؟ مامة منى. is a or an not at the hospital، بتكون ايه؟ في مستشفى. they don't pay her for her work، ما بيدفعوا لهاش مقابل هذا العمل. pay يعني يدفع مالا مقابل، ما بيدفعوا لهاش فلوس مقابل العمل بتاعها ده، تمام. يبقى هي شغالة بقى ايه؟ for her work، العمل بتاعها ما بيدفعوا لهاش مقابله. طب هي شغالة بقى ايه؟ coach مدرب، adult يعني بالغ وراشد، ولا patient يعني صبور او مريض، ولا volunteer يعني متطوع. طبعا هي شغالة كشخص او كمتطوع في المستشفى، يبقى is a volunteer يعني كمتطوع. بعد كده الجزء الخاص بتصحيح الخطأ، والسؤال رقم 1 بيقول لي in 1990 سنة 1990، يعني عندي in وسنة ماضية. in لما زود عليها سنة ماضية ده على طول خلاص كده، دي ماضي، ماضي بسيط. he becomes the number one، هو أصبح رقم إيه؟ أصبح رقم واحد في لعب الشطرنج، أو اللاعب رقم واحد في الشطرنج. the number one chess player يعني لاعب الشطرنج رقم واحد أو الأول. in our city في المدينة بتاعتنا. يبقى عندي ان وسنة ماضية، يبقى الفعل وبعدها التصريف التاني للفعل become، عايزين الماضي بتاعها هتبقى be came بمعنى أصبح، يبقى be came يعني ايه؟ يعني أصبح. رقم 2 did you visit the pyramids، هل انت زرت الايه؟ هل انت زرت الأهرامات؟ when you are young لما كنت ايه؟ صغير. لما عندما كنت صغير، انا بسأل عن الماضي، عندي هنا يو معها ار صحيح، لكن الكلام ده في المضارع، وفي الماضي هتاخد ايه؟ في الماضي هتاخد واز ولا وير، طبعا الفاعل جمع هياخد وير. when you were young عندما كنت ايه؟ صغير في الايه؟ صغير في السن. رقم 3 هاني نوت ييت ماتش شوكليت، هاني اعتاد ان هو يتناول كتير من الشوكولاته. when he was young لما كان صغير، عايزين نقول اعتاد ان، طبعا used to وهو جايب لي المصدر، يبقى used to بمعنى اعتاد ان، used to يعني ايه؟ اعتاد ان. رقم 4 بيقول لي هنا أمان used to، أمان اعتادت أن playing music إن هي تعزف الإيه؟ اعتادت إن هي تعزف الموسيقى. when she was at school لما كانت فين؟ لما كانت في المدرسة. يبقى أمان used to اعتادت، بعدها إيه؟ بعدها على طول الفعل في المصدر، يبقى هنشيل الـ ing ونرجع الفعل الأصله أو المصدر بتاعه، يبقى play used to play اعتادت أن تعزف music الموسيقى.